سنة وانتم طيبين لكل من ينتمي للرياضة المصرية وبصفة عامة، ثم للنادي الأهلي بصفة خاصة. طبعا الحمد لله، الحمد لله إنجازات يعني سواء محلية أفريقية أو يعني على مستوى يعني القارات، مستوى كأس العالم للأندية. يعني نادي القرن دي ما جاتش من فراغ يعني، ودي حاجة طبعا عظيمة جدا جدا، وبتمثل لي أنا بالذات يعني حاجة إن يعني أفتخر بيها طبعا، وأولادي وأحفادي وكل من يعرفني يعني يعني يفتخر بيها معايا برضو، إن أنا في نادي القرن الأفريقي النادي الأهلي، وبالمناسبة كمان نادي القرن الأسيوي اللي هو نادي الهلال السعودي اللي أنا اشتغلت فيه حوالي 12 سنة برضو، يعني مدة كبيرة. فالحمد لله إن شاء الله إن شاء الله 112 سنة ومدى الحياة النادي الأهلي باستمرار بإذن الله، المبادئ والبطولات وكل ده من قلبي طبعا، والتوفيق إن شاء الله للجميع، كل من ينتمي للنادي الأهلي وكل من ينتمي للرياضة المصرية. طبعا من بداية الستينيات يعني لما يعني الأستاذ محمد عبد الصالح الوحش الله يرحمه يعني كانت مفاجأة لي أنه اختارني كمدرب في النادي الأهلي. يعني كان عندي 22 سنة، يعني ما كانتش طبعا كانت مفاجأة كمدرب مش لعيب يعني، كان في الوقت ده بعد إصابة، كان لأن هو كان أستاذي في كلية الشرطة، أنا دخلت كلية الشرطة قبل التربية قبل التربية البدنية يعني، فأهلاوي بقى من ساعتها يعني كمدرب وعضو عامل والحاجات دي كلها، والأولاد والأحفاد أهلاوية يعني بطريقة مهما قلت يعني مش هقدر أوصفهم يعني. الحقيقة احنا شفنا يعني بداية، أنا طبعا لما جيت النادي الأهلي في بداية الستينيات، ويعني الحقيقة مهما اتكلمت برضه يعني سواء الفريق الأول أو فرق الناشئين، وفي الوقت ده كان في فريقين اتنين بس يعني غير الفريق الأول يعني، طبعا ما كانش في زي دلوقتي براعم والناشئين والشباب وال يعني فرق كتيرة يعني مراحل سنية كتيرة، كانوا هما مرحلتين اتنين بس وبعدين الفريق الأول طبعا. فأولا الاحترام، المحبة، الروح، روح رياضية فعلا من جميع من ينتمي للنادي الأهلي يعني. من أول رئيس النادي الأهلي طبعا كان أول رئيس حضرناه اللي هو أحمد عبود باشا، أو زي ما بيتقال يعني عبود باشا، ورمز من رموز النادي الأهلي أو رمز النادي الأهلي الكابتن مختار التتش. يعني طبعا شخصيات الواحد الحقيقة، وكل أعضاء مجلس الإدارة في الوقت ده، مديرين الكورة اللي اشتغلوا في فترة كبيرة برضو يعني، على يعني على سبيل المثال اللي أنا فاكرهم طبعا، يعني طبعا أول واحد يعني يعتبر مدير كورة محترف كابتن علي زيور طبعا الله يرحمه. قبليه بقى طبعا احنا برضو حضرنا يعني اكثر من مدير كوره، يعني ما شاء الله مستوى اخلاقي وفني وحتى اجتماعي على مستوى عالي جدا جدا الحقيقه يعني. وبعدين مثلنا الاعلى بقى في التدريب استاذنا الكبير الله يرحمه الاستاذ عبد الصالح الوحش طبعا، والحمد لله. وكان في نجوم على مستوى عالي جدا في الوقت ده برضه في النادي الأهلي كمدربين يعني، برضه أقول أذكرهم يعني، هم كلهم في دار الحق يعني، الكابتن أبو حباجة، كابتن حلمي أبو المعاطي، كابتن فؤاد صدقي، الكابتن همامي، يعني دول من نجوم وأساطير النادي الأهلي طبعا. والحمد لله يعني ما يعني يعني فعلا عشنا فترة كانت فعلا فترة، حتى يوميا كده لما بنتكلم مع الدكتور طه اسماعيل ونعيد الذكريات، من اجمل فترات حياتنا يعني. يعني احنا في الوقت ده في البدايه دي كنا طلبه لسه في كليه التربيه الرياضيه، الدكتور طه كان لعيب وانا كنت مدرب الفريق الناشئين، ثم مساعد مع الاستاذ عبد الصالح للفريق الاول. وكانت مفاجاه لمصر كلها ان انا في سني ده ادرب يعني الكابتن صالح سليم والكابتن رفعت الفناجيلي، وكان في لعيب اكبر مني في السن في الوقت ده طبعا، والكابتن طلعت عبد الحميد وعوضين ومجموعه كبيره يعني، زائد بقى النجوم كلهم زمايلي اللي كانوا في الثانوي
الله يرحمهم كابتن عادل هيكل، كابتن طارق سليم، في بقى يعني سعيد ابو النور، كل الاسماء اللي في جيل الستينيات كان ليا الشرف ان انا دربتهم مع الفريق الاول. طبعا زي ما قلت يعني الاشخاص اللي انا اتكلمت عليهم يعني كانوا قدوه حسنه للجميع، يعني للمدربين وللاعبين سواء في الفريق الاول او فرق الناشئين زي ما قلت الصغار يعني. وكانوا يعني فعلا الميزه الكبرى ليهم ان اخلاقهم عاليه جدا جدا يعني، وزي ما بقول بيضربوا مثل اعلى للرياضي. والحمد لله يعني كان في باستمرار احترام متبادل بين الكبار والصغار، وبرضو اياميها جماهير النادي الاهلي وجماهير الانديه كلها الحقيقه كان في احترام كبير جدا لملعب كره القدم. التشجيع كان مثالي يعني، حتى مباريات الانديه الكبيره النادي الاهلي مع اي نادي من الانديه الكبيره في مصر يعني واللي هي جماهيريه وعندهم جماهير كانوا بيقعدوا في مكان واحد، يعني الجماهير كانت في مكان واحد مش منفصلين وبينهم شرطه او مسافه كبيره. ما كانش في الفاظ خارجه، ما فيش الفاظ نابيه، المدرجات سواء المقصوره او كل المدرجات فيها عائلات، فكان ما بنسمعش طبعا الالفاظ اللي بنسمعها حاليا وبتدخل البيوت والواحد بيبقى في منتهى الخجل والزعل طبعا. فدي مبادئ استمر عليها النادي الاهلي، وزي ما قلت القدوه الحسنه كانت موجوده من المسؤولين في النادي الاهلي. زي ما قلت انا الاحترام المتبادل، يعني كل واحد ليه احترامه بسنه وضعه في النادي، يعني مثلا رئيس النادي، مجلس الاداره، مسؤولين عن الالعاب المختلفه، كلهم شخصيات طبعا من ابناء النادي يمثلوا النادي على اعلى مستوى سواء يعني محليا ودوليا. فزي ما قلت يعني كان في فعلا احترام متبادل، حب من الكبار السن مثلا اللي هم مدربين او مسؤولين للعيبه الاصغر منهم يعني. فلدرجه يعني يمكن في اوقات حصلت لي انا بالذات يعني لما شفت كابتن مختار التتش وسمعت عنه وطريقته في الكلام، يعني كان بيتكلم بصوره كده فيها يعني انا كنت فاكره عصبي يعني، انما هو دي طريقته، انما كان في منتهى الادب والاخلاق، وحبه للنادي الاهلي كان بينعكس علينا احنا كمدربين، لانه قال لي كم كلمه في البدايه يعني، وقال لي عشان يعني الاستاذ عبد الصالح الوحش اختارك، فانا عاوز اشوف يعني ازاي هتبقى مدرب انت في سنك دوت. والحمد لله الحمد لله قبل وفاته يعني كان هو كان لسه مسؤول حتى في وزارة الشؤون الاجتماعية يعني كوكيل وزارة، يعني الحمد لله قابلته أكتر من مرة في مكتبه أنا والدكتور طه إسماعيل عشان نسافر يعني في دورة تدريبية، وإحنا لسه طلبة برضه يعني، إحنا طلبة، هو طه إسماعيل لاعب وأنا مدرب، فشخصية الحياة تعلمنا منه كتير، ويكفي إنه اتعمل له تمثال داخل النادي الأهلي الملعب كرة القدم، وده من الملاعب طبعا اللي اتلعب فيها كل المباريات الدولية الكبيرة قبل استاد القاهرة، يعني البرازيل وألمانيا وكل الفرق الكبيرة، فرق من تقريبا معظم دول العالم يعني، فسموه باسمه استاد التيتش يعني، فده مهما الواحد يتكلم مش هيقدر برضه يوفيه حقه يعني. فالحمد لله ده اللي اتعلمناه، وحاولنا كلنا بقى كل زملائي احنا ننقل هذا الكلام للاجيال اللي مرناها سواء داخل النادي الاهلي او في منتخب مصر او في الدول العربيه اللي اشتغلنا فيها. طبعا ذكريات ان كانت برضو بالنسبه لي يعني ان انا ادرب، يعني الاستاذ عبد الصالح الوحش اداني فرصه ان انا ابقى مدرب للفريق الاول لان كنت طالب كمان، صحيح يمكن سني برضو المفروض كنت يعني عشان دخلت كلية التربية الرياضية بعد سنتين قضيتهم في كلية الشرطة يعني. فالحقيقة هو وكان زي ما قلت يعني إصابة منعتني من الاستمرار كلاعب، وكنت حتى اتجهت للتحكيم ونجحت كحكم، هو شافني بقى بدرب زملائي يعني في واحنا دفعة في التربية الرياضية، كان حوالي 8 أو 9 كطلبة منتخب مصر يعني من النادي الأهلي، طبعا كان في الوقت ده أشهر 2 يعني في التربية الرياضية
دكتور طه اسماعيل والكابتن ميمي عبد الحميد ربنا يديله الصحة، ومن كل الأندية بقى، كان يعني من بورسعيد، من الإسماعيلية، شيحة الإسماعيلي، بدو عبد الفتاح ترسانة قبل ما يروح الأولمبي، وحمد الحارتي وعوض الحارتي وسيد الطباخ، يعني أسماء. فأنا كنت ممرنهم عشان أقف حكم، يعني أقف حكم. أنا قررت إن أنا ملعبش كورة خلاص وأعمل فريقين وأقف حكم. فهو بقى بالظروف كده جاي يطمئن على الشيخ طه، يعني كان عنده إصابة والنادي الأهلي عنده مباراة يعني كانت مهمة جدا في الدوري. فلأني بمرنهم يعني تدريب مش تحكيم، وأنا مش فاكر إن أنا الكلام ده هبقى مدرب يعني. فالحمد لله يعني طبعا اختارني بقى كمدرب في النادي الأهلي، فذكرياتي جميلة جدا جدا. وفي حاجة حصلت أنا بقولها باستمرار ويمكن أنا أعتقد ما سمعتش عليها، يعني كان في دعوة للنادي الأهلي إنه يلعب مباراة في ليبيا في طرابلس وبنغازي يعني، فهو اعتذر وسافرت أنا مدير فني للفريق الأول، وبرضه كان في أكثر من لاعب أكبر مني في السن، وكان رئيس البعثة كابتن النادي الأهلي يعني شخصية طبعا محترمة جدا جدا الله يرحمه كابتن محب يوسف، وكان معانا بقى لعيبة الفريق الأول ومن وبعض الناشئين زي الكابتن ريع، وبقى كان لسه صغير طبعا، وعلي منصور، في أكثر من لاعب يعني كانوا صغيرين، وعملنا مباريات كويسة جدا. فدي برضو لا يمكن أنساها، أنه كابتن محب رجع وقال يعني طه طوخي يعني في المستقبل هيبقى مدرب على مستوى عالي، وده الكلام ده وصل للأستاذ عبد الصالح الوحش وفرح جدا طبعا. وبعد كده بقى يعني برضو وأنا في النادي الأهلي لسه ده دربت منتخب، أول منتخب للمدارس المصرية، دي السنة اللي أنا اتخرجت فيها 63، كانت دورة مدرسية الأولى وأقيمت في الكويت، وبرضو كل اللعيبة اللي أنا يعني قعدنا نمرن فيهم حوالي 4 شهور، فخدوا قرار في وزارة التربية والتعليم إن أنا أبقى مدرب هذا المنتخب، والحمد لله فزنا بهذه البطولة، بطولة المدارس الأولى في الكويت سنة 63، ومعظم اللاعبين يعني الفريق دوت بالمدارس بقوا لاعبين في الأندية بتاعتهم في الدرجة الأولى ثم منتخب مصر. والحقيقة شخصية يعني سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى حباه فعلا يعني كشخصية رياضية على مستوى عالي جدا جدا يعني. وأنا برضو فعلا يعني السؤال ده إجابته إن هو كلاعب، ويمكن السنة اللي اعتزل فيها الكورة وقرر اعتزال الكورة دي كانت رحلة للفريق الأول للنادي الأهلي في لبنان، وكان طبعا بعد العدوان الإسرائيلي 67، مش عاوز أقول نكسة ولا حرب لأن ده كان اعتداء فعلا، وطبعا توقفت الكرة في مصر، وإحنا أول نادي النادي الأهلي جات له دعوة من لبنان، وسافرنا حوالي 18 أو 20 يوم. فنموذج للاعبين هو كابتن الفريق وأكبرهم سنا وأكبر مني طبعا يعني، لأن أنا في سن أخوه طارق سليم كنا سن واحد يعني، كان مثل أعلى للعيبة كلها في الانتظام والتدريب، وكان بيلعب أكن عنده 20 سنة. وبعد هذه الرحلة اعتزل الكرة، وحضرت أنا مدرب بعد الأستاذ عبد الصالح الوحش مدرب يوغوسلافي هو كان يحبه جدا جدا في السنة اللي الكابتن صالح احترف فيها في النمسا. فلما رجع مستر بروشيتش ده كان مدرب طبعا وكان في النادي الأهلي، فقال له يعني كابتن، كان دايما يقول له كابتن صالح يعني عشان هو كده يعني الأجانب بيقولوا الكابتن الفريق يعني، أنا عاوزك تبقى يعني تبقى في تدريب النادي الأهلي. دي سمعتها من الكابتن صالح، قال له أنا يعني عشان عصبي، وبعدين يعني أنا أعتقد إن أنا مش هصلح أكون مدرب، ده مثل أعلى لأي لاعب يعتزل دلوقتي ويطلع في التلفزيون يقول أنا عاوز أدرب منتخب مصر، ولا خد دراسات ولا عنده موهبة تدريب. فالكابتن صالح قال له أنا ما ينفعش مدرب، وربما أتجه للإدارة يعني الإدارة كرة القدم يعني في النادي. فدي من الحاجات الصراحة اللي أنا يعني فاكرها كويس جدا جدا، وعلاقتي بيه زي ما أنت قلت يعني أخ أكبر وصديق، والحمد لله ذكريات كثيرة.
وإن شاء الله في صور هتبين هذه المواقف إن شاء الله. أقول لهم إن أنتوا يعني ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليكم بنعمة لا تقدر، وإنكم كلاعبين في النادي القرن الأفريقي، نادي الأهلي. الحمد لله أي لاعب انتمى للنادي الأهلي، يعني لازم كل واحد يفكر فيهم هذا الكلام، يعني من أبناء النادي وهم في الناشئين ووصل للفريق الأول، أو بعض اللاعبين اللي كانوا في أندية غير النادي الأهلي وانضموا للنادي الأهلي فازوا ببطولات، يعني هم في أنديتهم، أنا مش هقول أسماء وواضح كلامي طبعا، يعني جم من أندية كبيرة برضو ما حصلوش على أي بطولات، جم مع النادي الأهلي حصلوا على بطولة الدوري وكاس مصر وأفريقيا، واشتركوا في كأس العالم للأندية أكثر من مرة، لأن زي ما كلنا عارفين النادي الأهلي 5 مرات يعني بيشترك في بطولة كأس العالم للأندية. فلازم تحافظوا على هذه النعمة، تعرفوا أن يعني شعار النادي الأهلي ده فعلا شعار يعني الحمد لله الجميع بيحترمه، فلازم تحترموا هذا الشعار. ومناسبة هذا الشعار، يعني عيب جدا لما أنت تكون لاعب وسجلت هدف وتخلع هذا الشعار وترميه على الأرض مثلا، أو حتى تمسكه في إيدك. فأنا بقول لهم كلكم يعني إن شاء الله إن شاء الله البطولات ما زالت موجودة وستستمر بإذن الله على المستوى المحلي والقاري والعالمي بإذن الله تعالى.